مرحبا بكم اخواني اخواتي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كاسكروت رائع بالنسبه للاطفال ديالنا بالدجاج باذن الله وبلا بشاميل رائع طوب. واحد كاسكروت رائع، ما لكم الا تشوفوا الوصفه وتشوفوا الطريقه والنتائج غادي يكونوا مبهرين باذن الله. دائما كما ولفت الجمهور ديالي انني كنقدم لهم اشياء رائعه، والروعه كتكون في التطبيق، والتطبيق خصو يكون مقاد، ويعني مسائل غادي يكونوا زوينين باذن الله، وغادي تنجحوا في اي حاجه صوبتوها وتنجح معكم وتعجبكم وتعجب اللي دقها باذن الله. هذا الشيء هو المهم عندنا. نمشيو نشوفوا الطريقه ونشوفوا المقادير. ومرحبا بكم. هنا خبز ساندويتش اللي هو على شكل بتي بان، ديفيلي ديال الدجاج بحال هكا، مرصوات طوال مقطوع طويل بحال هكا. عندنا فلفله قطعناها شرائط، عندنا قزبور، عندنا بصل، بصل يعني قطعناه مرصوات، عندنا الملحه ملعقه صغيره، سكنجبير ملعقه صغيره ما عمراش، البزار راس ملعقه، درنا مقله درنا فيها شويه زيت الزيتون، غادي نديرو فيها البصل يلا، البصل ديالنا نطيبوه مزيان. هنا كنحركو البصل ديالنا، البصل ديالنا نخليوه حتى يطيب. ما درنا البصل وزيت العود بوحدها، ما ضفناش ليه حتى حاجة، حتى يطيب البصل ديالنا عاد نضيفو إن شاء الله العطريات اللي غادي تخصنا ليه. درنا زيت الزيتون، غادي نديرو الفلفلة ديالنا، نديرو شوية ديال الملحة، شوية ديال البزار، شوية ديال السكنجبير، ونطيبو الفلفلة ديالنا مزيان إن شاء الله. نحركوها مرة مرة، نحركوها ونخليوها تطيب بوحدها. غادي نضيفو الدجاج، ونضيفو الملحة، ونضيفو السكنجبير، ونضيفو البزار، ونضيفو الربيع، الزوز ديالنا، ونخلطو، نخلطو هادشي ديالنا إن شاء الله حتى يطيب مزيان. نوضي الصوص ديالنا هكا، نطفوش كامل، نضربو دائما من هاد الجهة ماشي من هاد الجهة، نحلو غادي نحلو من هاد الجهة باش يبقى لينا مزيان صايم. الخبز ديالنا نحلو، ناخذ شويه البصله هانتوما شفتوها، يعني الكاسكروت كيجي عامر كيجي رائع. نديرو فيه واحد جوج مرصويات طوال ديال الدجاج بحال هكا، ونديرو ان شاء الله لا بيشاميل ديالنا بهذه الطريقه، نديرو الفلفله هكا. مرحبا بكم اخواني اخواتي، هذا هو الكاسكروت ديالنا بلا بيشاميل بالدجاج. نتمنى منكم ان شاء الله جربوا، غادي يعجبكم 100%. بالنسبه للخبز، الخبز راه عندنا في القناه، يعني فيديو مؤخرا صوبت لكم فيديو ديال الخبز ديال الساندويتش، يمكن لكم تمشيو للقناه مباشره تاخذوا الوصفه تقدروا تصوبوه مسبقا. قدروا دائما الخبز ديال الساندويتش يكون عندكم تصوبوه مسبقا. والطريقه ديال هاد الساندويتش راه بسيطه وسهله ان شاء الله.
ما عليكم الا تشوفوا المقادير وتشوفوا الطريقه وتطبقوا الوصفه ان شاء الله، والتطبيق يكون سليم باذن الله، غادي تحصلوا على نتائج رائعين. ومرحبا بكم.